السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المتابعين المشاهدين الأعزاء القناة تاعكم إبراهيم للعقارات مكناس. اليوم تنقترح عليكم عقار همزة الشقة نتاع اليوم كما تنقولوا دجاجة بكامونها، جوج نتاع الواجهات، الغرفة نتاع الرئيسية نتاع الوالدين كما تنشوفوها بلي بلاكار جايين مغلفين، حمام اللي هو كبير، الشقة كما شفنا في البداية نتاع هاد الغرفة هادي ملي كنا فيها داخلة ليها الشمس مشمشة، فيها جوج نتاع الواجهات. مساحة إجمالية نتاع هاد العقار هذا 130 متر، التيتر نتاعو من طبيعة الحرارة فوق من 100 متر، ثمن فابور. بالنسبة لهاد الشقة مقارنة مع الموقع فممكن نقولو على هاد الشقة أنها فابور بهاد الثمن هذا. الثمن نتاع هاد الشقة 48 مليون وقابل للنقاش. الشقة تتكون لينا من صالون، سيجور، ثلاثة نتاع الغرف نتاع النوم، مطبخ كبير بصالامونجي نتاعو، وجوج نتاع الحمامات ومرحاض، حمام خاص بالغرفة نتاع النوم وحمام مشترك، وعندنا طواليط أعزكم الله. الشقة كما تنشوفوها أوبوزي بالنسبة للموقع، فحنا تنتواجدو من القرب من المركز التجاري مرجان. هاد الشقة هادي هذا الإعلان الثاني نتاعها، فتحطيتها من قبل كان دازت فيها الكلمة نتاع البيع، فحنا بقينا عند الكلمة نتاعنا كما تنقول، واخا هاد الوقت هادي ما بقاتش الكلمة تخدم. فالإنسان إلا كان شاري معقول من الأحسن أنه يجيب معاه العربون نتاعو باش ما نحرموش ناس وحدين اخرين، لان مجموعه نتاع الناس اللي تواصلوا معنا واتصلوا بنا على هاد الشقه هادي، وقلنا لهم بان الشقه راه تباعت، نعلن الاعتذار نتاعي لمجموعه نتاع الناس اللي بغاو انهم يقتنوا هاد الشقه. ما كانش بيدينا لان الشقه دازت فيها الكلمه صافي بالنسبه لنا حنا راه تباعت. فالشقة حاليا راه متاحة للبيع، ثمن فيها جد مناسب كما ذكرت 48 مليون، في حي مرجان سوبر مارشي بوحدك في ليطاج. شقة اللي هي ممتازة، فيها مجموعة نتاع الامتيازات خاصة الموقع، وكما تنعرفوا بالنسبة لهذا الموقع للذكر، فحاليا في هذا الوقت هذه الشقة نتاع واجهة وحدة ما تديهاش قل من 52 مليون. بالنسبة للناس اللي تنحطوا إعلانات وتيكونوا فيهم واحد التخفيضات اللي هي كبيرة وتيقولوا بأن راه العقار راه غادي في انخفاض، فمن كورونا لهاد الجهة، من قبل من كورونا لهاد الوقت، ممكن أننا نقول أن الشقة ارتفعت بالثمن تاع 5 تاع الملايين أو أكثر. وحاليا الأثمنة، مجموعة تاع المقاولين اللي تيقوموا بتغيير الأثمنة، راجع هادشي كامل لارتفاع المواد نتاع البناء. فكاين المواد اللي القيمة نتاعهم تضوبلات على جوج المرات، وكاينة المادة اللي تضوبلات حتى الربعة نتاع المرات. فممكن أننا في الوقت نتاع الصيف غادي نبداو نسمعو أثمنة اللي غادي تكون خيالية بالنسبة للشقق. بالنسبة للطلب في المدينة نتاع مكناس مازال محافظ تقريبا على نفس الطلب، هذا راجع لأن الأثمنة نتاع الشقق نتاعو مازال فيها كما تنقولو مازال منخفضة شوية، مازال كما 28 مليون تتشري لنا الشقة، 30 تتشري، 50 تديرلك شي حاجة زوينة. فممكن في الأيام القليلة المقبلة غادي نبداو نسمعو أثمنة اللي هي مرتفعة بزاف. فدي نرجع بكم لهاد الشقة هادي، ممكن أننا خرجنا على الوصف نتاع هاد الشقة، ملي دخلنا مباشرة كما شفنا لقينا الصالونات بجوج، هنا على يدينا لي من تلقاو المطبخ اللي هو هذا المطبخ بمساحه كبيره، بالاضافه انه تيتوفر لنا على هاد المساحه الفارغه اللي ممكن تكون على شكل نتاع صالامونجي. مطبخ بالام دي اف بلي بلاكار الفوق والتحت، الاطلاله من طبيعه الحال على الشارع، كما لاحظنا ان الشقه راه كامله عندها اطلاله نتاعها على الشارع، والشوارع كما تنقول اللي هما كبار. بالنسبه لهاد الواجهه عندها الشارع نتاع 12 ولا 15 متر، والشارع نتاع الواجهه الخلفيه شارع نتاع 30 متر، شوارع اللي هما كبار، موقع جد استراتيجي، شقه اللي فيها ثمن جد منخفض. فينيسيون نتاعها كما تنشوفوها تبارك الله، الخدمه نتاعها راه نقيه، موقع اللي هو عامر، اي معلومات ولا اي استفسار فقط يكفيكم انكم تتصلوا بنا. بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العقار هذا
ممكن انهم يتصلوا بنا باش ياخذوا موعد ونديروا زياره لهذه الشقه هذه، فمن احسن العروض المتاحه حاليا خاصه الثمن والموقع. فممكن شقه بحال هذه في هذا الموقع هذا راه ما ديش تلقاها اقل من 58 مليون. فاحنا حاليا تنشتغلوا على شقق اللي تيكونوا الاثمنه نتاعها منخفضين، ولا المقاول تيكون مغفول شي شويه، ولا تتبقى ليه شقه وتيبغي يليكيدي العقار نتاعو، تيبغي انه تيكون مثلا عنده بروجي اللي هو بعيد، تتبقى ليه شقه واحده مثلا تيبغي يبيع. وكاين مجموعه نتاع المقاولين اللي حاليا ممكن انهم يتوقفوا على انتاج نتاع الشقق، هذا راجع للارتفاع نتاع الاسعار نتاع المواد نتاع البناء اللي ممكن اننا كما ذكرت في الايام القليله المقبله نبقاو نلقاو اثمنه اللي هي جد خياليه. بالنسبه للريدوات نتاع الغرف راه كاملين الكتريك، شقه ممتازه بجميع المواصفات نتاعها، الدار تبارك الله مشمشه مهويه مزيان، مساحه نتاع الغرف اللي هي مساحه كبيره كما لاحظنا بالنسبه لهذه الشقه تتواجد في الطابق الارضي الا انه مهزوز على الارض. فملي بدينا البدايه نتاع الشقه ممكن ترجعوا للفيديو الوراء شويه، ملي طلعنا تقريبا واحد 5 ولا 6 نتاع الدرجات، وكاين شي 2 درجات قبل من الباب نتاع الدار، وكاين الشارع الامامي مع الشارع الخلفي كاين بيناتهم واحد شويه نتاع الديكالاج اللي عطات في هذه الواجهه هذه بحال راك تطلع من بروميان ايطاج جاي تقريبا تبارك الله عالي وبزاف. الشقه كما تلاحظوا تبارك الله الشمس راه تدخلها، الشقه مهويه مزيان ومضويه. هذه الغرفه الرئيسيه نتاع الوالدين اللي فيها البلاكار وفيها حمام تبارك الله اللي هو كبير. اذا الشقه نتاع اليوم فيها 3 نتاع الغرف، فاحنا تنتواجدوا في الغرفه رقم 3 كما لاحظنا على يدينا اليمين ملي دخلنا من الباب نتاع الفصيل لقينا المطبخ والغرفه رقم 1. بالنسبه لهذه الواجهه هذه لقينا الصالونات بجوج، ولقينا الغرفه رقم 2 وهذه حاليا الغرفه رقم 3. بالنسبه للريدوات كما ذكرنا راه كاملين الكتريك. البيبان نتاع الغرف النوع نتاع الليتر مصبوغ باللون الاسود، كما لاحظنا ان المقاول هذا اقتصر على جوج نتاع الالوان اللون الابيض والاسود. بالنسبه للصباغه البلاتينيه كامله بقات في اللون نتاعها اللي هو اللون الابيض، بالنسبه للالومنيوم اللون الاسود، وبالنسبه للبيبان نتاع الغرف اللون الاسود. لي سانيتير بالنسبه للاكسسوار نتاع الضوء مشاو حتى هما بهذا الشكل هذا. شقه اللي هي ممتازه. اي معلومات ولا اي استفسار فقط يكفيكم انكم تتصلوا بنا، ما تنساوناش بالدعوات نتاعكم. كان معكم اخوكم ابراهيم، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.